موجود، التركيز موجود، وربنا ان شاء الله يوفق الكابتن حسام البدري ويضع التشكيله المناسبه لمباراه الترجي يوم 16 المهمه جدا جدا. وافريقيا يا اهلي كلنا كاهلاويه ده الطبيعي وده المنطقي اللي بنقدم المسانده والدعم طول الوقت. عايز اتكلم كمان على نقاط مهمه جدا، بنناقش حاجات كتير في البرنامج والبعض يقول لك تعصب والبعض يقول لك الاعلام اللي هو في المثير واللي مش فين الاثاره؟ هو اللي دافع عن النادي تبقى اثاره؟ هو ليه يا جماعه مش بيقول لك فاذا استعنت فاستعن بالله؟ احنا بنستعن بربنا وهادين وبنتكلم في بعض الامور ما فيش حد بيناقشنا فيها عشان بنتكلم في الحق. في نقطه كمان عايز اقولها وده الاهم بالنسبه لي، احنا مش بنقول لفرقه الكوره بالمناسبه خليكوا انتوا الفاعل عشان انت الاهلي تبتدي المباراه ضاغط وبنتكلم بحماس الجماهير ابتدي ضاغط، ممكن يكون المدرب ليه رؤيه ثانيه وعايزين الاهلي رد فعل في الماتش لكن احنا كقناه احنا مش فاعل، احنا رد فعل، رد فعل للاكاذيب، رد فعل للتزييف الحقائق، رد فعل في وقت فيه كلام كتير جدا بيظهر فيه منتفعين وبيظهر فيه اصحاب مصالح وبيظهر فيه ناس كتير، لان ده سوق وخصوصا لما الاهلي الكبير العظيم بيبقى داخل لسه على انتخابات، احنا مش في انتخابات لكن لما بيبقى داخل كل واحد بيربط بقى اللي عايز حته من المجله شويه واللي عايز حته من القناه شويه واللي عايز حته من رئاسه التحرير واللي عايز حته، هي كده هي دي الحقيقه. واللي تلاقيه زملكاوي هنا ويزيد مع احترامي لكل الزملكاويه، لكن الاهلي للاهلاويه، الاهلي لاولاده. لاولاده بقى احنا وحشين دلوقتي عند بعض الناس وكخه. خلاص ناس ثانيه غيرنا ويكملوا ونثق فيهم اهلاويه. ما هي دي الحقيقه، يبقى الاهلي للاهلاويه، مين يختلف اهلاوي معايا على الكلام ده؟ مين بيحب نادي يختلف معايا؟ فانا بقول لك انا رد فعل. رد فعل في امور تزييف حقائق ولا لينا بقى، يعني بصوا حوالينا كده، بصوا ورانا ولا على يمنا ولا في ظهرنا ناحيه اليمين في حاجه ولا 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 على الشمال في ظهرنا في حاجه وابقى مسلوب الاراده. انا قامت ثورتين وبنتكلم، مش انتوا سمعتوا كتير قوي حريه؟ عايزين حريات، كرامه، عزه، مش سمعتوا الكلام ده ولا مش ده الشعارات اللي كانت بتتقال؟ ففي ناس يا عيني بقت مسلوبه الاراده، والله دي الحقيقه، مسلوبه الاراده، مسلوبه الاراده، لان في ظهرها ظهير شمال حاضر يمين حاضر تمام يا فندم. فانا كشاب واخد فرصه وبعيد عن الكابتن سابق وبعيد عن اي حاجه تانيه عايز امسك فيها، عايز في يوم من الايام الناس تقول الراجل ده كان بيقول لنا وما سمعناش الكلام، انا بعمل كده. فما فيش مشكله في اي حاجه، ولكن اللي بتكلم فيه في فرق كبير قوي، منتفعين اصحاب المصالح اللي بتشوفوهم اوقات الانتخابات ويزايدوا ده على ده وده على ده وده لمصلحه ده وده مع فلان وده ضد علان. وبصوا يا جماعه انا اسف اول مره في حياتي اقول جمله خروج عن النص في البرنامج، البجاحه من البجاحه اللي يجي يقول لك ايه ده انت منتفع. هو انا في قناه فئويه، انا قناه نادي ولاعب سابق في النادي وكابتن سابق في النادي وقاعد في قناه نادي، مش فاهم بتسوونا بيكوا ليه؟ انتوا احنا بعاد عنكوا كل البعد، احنا رد فعل مش فعل، احنا فعل للاكاذيب اللي كل يوم بنشوفها. ما خرجناش على النص، يجي يقول لك ده قناه النادي الاهلي بتهاجمنا ليل ونهار، يا عم بتهاجم مين ليل؟ هو قناه الاهلي لسه قالت حاجه؟ ده لسه ما عملتش حاجه. يا اخي بصوا في المرايه يا اخي واستحوا شويه، بصوا في المرايه واستحوا، بصوا في المرايه واتكسفوا على نفسكم. فهي دي الحقيقه، ومش انا اللي هقول، انا قلت لحضراتكم جمله عجبتني قوي، دايما الواحد لما بيشتغل
ويحط الضمير قدام عينيه يروح يشوف شغله، راضي عن شغلك، رضيت ربنا سبحانه وتعالى، فما بتشوف الشغل. عجبتني جمله اتقالت امبارح قوي، لما انا اعوذ بالله من كلمه انا مذيع وبقول لك ما تصدقنيش في اي حاجه، بلور الكلام جوه دماغك اللي انا بقوله واضربه في خلاط واطلع بمنتج، وقول الراجل ده كلامه صح همشي وراه، والراجل ده لا كلامه غلط، الراجل ده بيتصيد الاخطاء، الراجل ده عامل برنامجه عشان يهاجم الناس بس، والراجل ده بي بي بيمسح جوخ هنا ويلمع على هنا الجزمه وتمام يا فندم. انت اللي تحكم، ما تخليش حد يقول لك حاجه وابقى زي البغبغانه اكرر بما فيهم انا. في اكتر من كده صراحه؟ في اكتر كده صدق مع الناس؟ بقولكش صدقني على ما بقولكش كده، بس بقولك بلور الامور وشوف. طيب ادخل في الموضوع كمان اكتر، عايز اتكلم على فكره اللي فيه ناس تطلع هنا تقول واحد اتنين تلاته اربعه، وشوفوا الكلام ده صح ولا غلط. هم ما يردوش، ما تسمعش صوتهم خالص، تلاقي اللي بيتكلم ويدافع عنهم اللي بيقول لك البدله الله على الشياكه وهي بدله شكلها يقرف، تلاقي اللي بيدافعوا عن الشخص اللي احنا بنقول يا جماعه انت فيك واحد اتنين تلاته اربعه، تلاقي شيالين الشنط على طول، اللي هم عايزين يعيشوا كده طول حياتهم، عايزين يبقى كل طول الوقت تمام. لا انت صح، الله ينور عليك، ده انت احسن حاجه في الدنيا، انت ما فيش ولا قبلك ولا بعدك. النوعيات دي للاسف هي اللي بتكبر ناس ملهاش قيمه، مش عايزين يبقى عندهم عزه وكرامه، مش عايزين يبقوا اصحاب شخصيه قويه، مش عايزين. طب بالعافيه هنقول لهم كده اذا كان احنا بنكلم ناس دايركت؟ فتلاقي النوعيات دي بقى هي اللي بتتصدر المجال ويفكر لا احنا بنتكلم. على فكره الكبير اللي يكلم الكبير، مش هنكلم شويه عيال صغيره، الكبير اللي بيكلم الكبير ويواجهه. فمن الاخر، فانا بحكي لكم مره واثنين وثلاثه واربعه، احنا رد فعل للاكاذيب والتضليل والمعلومات الكاذبه. طب هقول لك، هدخل في الموضوع اكتر. قبل ما ادخل في الموضوع هقول حاجه بمنتهى الصراحه عشان تبقوا عارفين، يعني هي قناة الأهلي واحدة ولا اتنين؟ لا، الجديد اللي أنا بقوله لكم النادي الأهلي بقى عنده قناتين، قناته دي اللي عليها اللوجو اللي تمثل النادي الأهلي، والقناة اللي هي جنبنا هنا في المدينة في الحارة المزنوقة موجود قناة تانية للأهلي. اه هي دي الحقيقة، في النادي الأهلي ليه قناتين، لازم جماهير الأهلي تبقى عارفة كده كلها، الأهلي ليه قناتين دلوقتي. قناته الرسمية اللي عليها اللوجو بتاع النادي الاهلي اللي امام حضراتكم بتخاطب جمعية العمومية بكل شرف وامانة، وبتخاطب جماهير النادي الاهلي وبتقاتل على جماهير النادي الاهلي بكل شرف وامانة، والتاريخ هيشهد على اللي احنا بنقوله. وقناة تانية قاعدة بقى اهانات، استضيف كل اللي ضد، اشتم، فقدامك حل. عايز تسمع الاهانات لناديك روح وشوف واسمع الاكاذيب، عايز تسمع اللي احيانا بنبقى غضبانين زيك وزعلانين اكتر منك ولكن ده نادينا اللي خيره علينا اللي عملنا كلنا اللي بيخلينا نمشي في الشارع فخورين. انت انا اهلاوي، انا 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 عمال اكسب بطولات وفرحان، لكن اللي بيشجع نادي تاني زعلان وحزين ومخنوق ومش عارف يوجد حلول، فبيضطر يخلق اعذار ويخلق امور مش صح عشان يقلل من الاهلي بدل ما يصحح من نفسه. ده اللي على ارض الواقع موجود. ايوه، لما الاهلي بيكسب بطوله تلاقي الناس بتخلق اعذار، الحق التحكيم، الحق الاهرام، الحق مش عارف، الحق مش عارف. مش ده اللي بيحصل؟ بدل ما يقول لا انا غلط، بدل ما يقول لا انا اللي بيحصل ده مش مظبوط، وهكذا وهكذا. فالاهلي بقى عنده قناتين، قناه بتشتم اللي عاوزها يروح بالليل، وقناه بتعرض لك العابك الجماعيه والاخبارك واللي انت عايز تعرفه عن النادي الاهلي وتدريبات الفريق وبعض البرامج اللي بتدافع وبعض البرامج اللي بترصد تاريخ، والكلام ده كله موجود. فعندك قناتك الرسميه بس، لكن بقى في قناه ثانيه موجهه تجيب ناس. اوعى الجمعيه تروح، انا في اهلاوي في العالم يطلع يقول للناس ما تروحش. واللي انا عرضته حضراتكم امبارح، واحد بيقول لك ما بعتليش اللايحه ليه على البيت؟
تعالى راسك ريشه تبعت لمين على البيت. فهي دي الحقيقه. فمن هنا هقول لحضراتكم يجي يقول لك ايه قبل ما اقول يجي يقول لك ايه عايز اناقشكم في حاجه بالعقل نشغل مخنا. انا خلاص في بعض بيكذب فانا هاخد كلامه اللي هو كذب وانا همشي ورا اللي انا صدقته. هو في حاجه اسمها صرفت في النادي الاهلي مثلا في الحته دي 90 مليون جنيه. في حد بيجيب في العالم 90 مليون جنيه بويه؟ في حد بيجيب ب 90 مليون جنيه خشب؟ بالعقل. مش هو بيقول لك شويه بويه على شويه مش عارف ايه سيراميك؟ في حد بيجيب ب 90 مليون في مربع قد كده او في حجم مساحه كبيره شويه، في حد بيجيب ب 90 مليون بويه؟ وشوط معجون ومش عارف ايه وبتاع عشان ايه انت تطور الحته دي. الامانه تقتضي اللي انا قلت لحضراتكم عليه. الامانه اللي يتكلم على انتخابات يبقى مش اهلاوي، يبقى مش جدع، يبقى مش راجل، يبقى ما ترباش في الاهل، اللي يتكلم على انتخابات. لكن احنا بنتكلم على جمعيه عموميه محترمه، روح افرض ارادتك، روح قول انا اللي بدير النادي، قول ده نادي انا اللي بديره، عضو جمعيه عموميه هو اللي بيدير وهو اللي بيجيب وهو اللي بيودي. وهو ده اللي احنا بنقوله. ففي ناس قلبها انتخابات، هو قناه الاهلي بتاعت بالليل قلبها انتخابات. طب عارفين احنا راينا ايه رسولنا الكريم؟ ايكون المؤمن كاذبا يا رسول الله؟ انا بستعن بالله بكلام رب يعني بكلام الله طبعا وكلام رسولنا الكريم، مهم جدا نحطه في الحاجات دي يمكن الناس تتعلم. ف لا ما ينفعش المؤمن يبقى كذاب. فانت بتطلع تبقى كذاب وتعرض مش عارف دي بتاعت فلان ودي بتاعت فلان ودي بتاعت، طب ايه المانع اللي احنا نقول الكل في واحد؟ ده حط الحجر الاساس وده جه كمل وده كمل. لكن تطلع تفرقه مرتين، قال لك ايه؟ فرقوا ما بين الاهلي ومدينه زايد ونصر ومش عارف ايه والجزيره، طيب لا ما جابتش نتيجه. احنا كلنا بقينا واحد فجاه. البالونه اتعملت ونكذب. النهارده الكذبه الجديده اللي قناه الاهلي ورموز هم اللي عملوا كل حاجه والباقي ما عملش حاجه. ما كفايه بقى. ما كفايه بقى يا راجل، كفايه عيب بقى. عيب بقى. الناس واعيه يعني من ضمن الحاجات الرائعه ناس كانت مختلفه معانا تماما، مختلفه مع ارائي تماما، وما فيش ما بعرفش اتناقش معاهم نهائي. بعد الحلقتين اللي فاتوا لا لا لا، والرسائل موجوده لو عايزين نقراها لحضراتكم ابعتوا لنا. اقول لي اقرا الرسائل، هقرا الرسائل عشان ما نضيعش بس وقت. لكن اقسم بالله ناس، انت راجل اهلاوي كمل في طريقك واحنا معاك. ده هو ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ده الدعم ده اللي بيجي. الاعلامي من غير جماهير ومن غير دعم، سيبوكم من الصفحات المشبوهه اللي معموله من اول يوم عشان الاونطه والكذب ويهاجموا نجومهم ويا راجل ده في صفحات بتدعي اللي هي اهلاويه وكانوا بيهينوا حسام غالي. الكلام ده موجود معانا من سنه ونص، واهانه المتعب، وفي الاخر متعب يجيب جول يقول لك القناص ومش عارف ايه ويروح ماسحين اللي حصل. همشي ورا فيسبوك وصفحات مشبوهه؟ همشي ورا ناس عايزه تخريب ليل ونهار عشان بتحب اشخاص وتكره اشخاص؟ مش صعب جدا. احنا بنحب كل الناس، اللي يكسب نقول له مبروك واحنا في ظهرك ومعاك حتى لو احنا مش موجودين، واللي يخسر نقول له لا برضه هارد لك ليك وان شاء الله المره اللي جايه توفق اكتر وبتاع و و و و و 100 100 وزي الفل. هو ده من غير ما نجيب نعلي في ده ولا نقلل من ده. فهو ده اللي على ارض الواقع موجود. عندنا قناه ثانيه بتشتم، روحوا لها بقى وصدقوها واسمعوا الكذب اللي فيها واسمعوا التقليد. هو لما انت تيجي كل يوم تكلمني عن انشاءات ومش عارف ايه واللي عملها وقناه الاهلي بتشتم الرموز، اتحدى يطلع فيديو واحد حد قال جمله على رموزه فالناس تصدق؟ الحق وتبتدي بقى تبقى بغبغان. والمشبوه بيتعامل مع المشبوه اللي زيه ويرمي له دي يقول له خش المنطقه دي الناس هتصدق. خد الكلام ده بتاع النهارده.
خد الكذب دوت وخده على طول، والناس هتبتدي هيبقى في ظهير في ظهرنا، صفحات مشبوهه زينا، هنبقى ايد واحده. لكن في ربك بيبين الحقيقه، وفي مواقف كتير ربنا وقف جنب الناس ونصرها. فاختصر لحضراتكم الكلام اللي انا عايز اقوله، ان عندنا قناه تانية دلوقتي جنبنا كده في الحاره المزنوقه هنا في المدينه، مسلوبه الاراده يا عيني، بصوا في ظهرها ناحيه اليمين وبصوا في ظهرها ناحيه الشمال، هتلاقوا سلب للاراده. ما اقدرش احيد عن اللاين، ما اقدرش احيد عن الخط ده او اللاين، ما اقدر. انا بتكلم بمنتهى الشفافيه والوضوح وبهدوء وبعقلانيه، وحضراتكم دخلوا كلامنا في الخلاط جوه كده المخ واطلعوا بمنتج وشوفوا. عندنا قناه تانية بتشتم كل يوم بقالها داخله ايه في 15 يوم غير قناتك الرسميه، شوفوا كلامنا صح ولا غلط. واللي يشتغل انتخابات خاين، اللي يشتغل انتخابات خاين، اللي يعمل تفرقه ما بين الرموز خاين. كلنا واحد دلوقتي، كلنا واحد، الكل ساهم في اهل مدينه نصر، الكل ساهم في الجزيره، الكل ساهم في الشيخ زايد، الكل ساهم في كل مكان. لو انا عايز هدوء وانا عايز احترام وعايز الكل يبقى الكل في واحد، لكن انا مش عايز كده لان مسلوب الاراده. والحمد لله، عارفين احلى من الشرف مفيش، ولا في ظهرنا حاجه. الحمد لله، ومش عايزين الوقت ده اي حاجه في ظهرنا، عشان ايه ما يتقالش عن، مع احترامي طبعا. انا بتكلم هنا مش على، مش على اللي في ظهري، انا بتكلم على اللي احنا بنشوفه. ما هي دي الحاجات اللي بتخليك مسلوب الاراده. لكن كل الاشخاص اشخاص محترمه ورجاله وجدعان وبيحبوا النادي الاهلي، دي الحقيقة. لكن قناتنا الجديدة دي مش بتحب النادي الأهلي، عندنا قناة جديدة مش بتحب الأهلي أبدا، ولا هتحبها ولا هتشوفه طول في يوم من الأيام. طول ما لقيتش مصلحة مع المجلس الموجود ده والاجتماعات والحاجات اللي اتقالت في مدينة نصر وكل حاجة والتوعية بقى، كأن إيه، أنا أكره دايما فكرة الفهلاوي اللي فاهم كل حاجة. لما باجي نكلم حضراتكم في قانون بندخل اهل القانون. لما اجي اكلمك في اي حاجه في كره القدم احنا بنكلمك. لما نيجي نكلمك في قضايا في كره القدم عشنا فيها فبنشرح لك. لما نيجي نتكلم على مسؤول تواطأ في اتخاذ قرار بنقول له. لما ده طبيعي. لكن ما بقعدش اكلمك في قانون وتخطيط لنادي وتخطيط للسياسه الاعلاميه الهنديه الفهلويه. طب لما انا جامد قوي كده ما ترجع، ما ترجعوا الجماهير، ما تتبنى الجماهير ترجع. طب ولما احنا جامدين قوي كده ما تفتحوا الاستادات كلها. طب لما احنا اقوياء قوي ومؤثرين قوي ما تعملوا حاجات كتير، قضايا مهمه. عشان يبقى نادينا صالحهم ويقول لك نجحنا في القضيه، نادينا صالحهم يا وشوية شايلين الشنطة اللي بقول لحضراتكم عليهم اللي مسلوبين برضو الكرامة. الله ينور، الله أكبر، أنت ما فيش قبلك ولا بعدك، أنت رقم واحد، أنت رقم اتنين، أنت رقم تلاتة، ده راجل اللي أنت والباقي كله يستنى على جنب. كأن ما فيش جماهير حتى لغيته فكرة اللي الجماهير تقول رأيها ده كويس ولا لأ. فهم النوعين دول اللي موجودين اللي مضطرين نتعايش معاهم، ومضطرين اللي احنا نتكلم، لكن مستحيل التحاور معاهم. الناس اللي بالنوعيه دي التحاور معاها صعب جدا، والبعد عنها غنيمه. انا بتكلم بمنتهى الصراحه. فده كان مهم جدا نوضحه لكل جماهير النادي الاهلي مره ثانيه وثالثه ومليون، وهفضل اقولها. عندك قناتين، قناه رسميه عليها اللوجو بتاعك، وقناة تانية في فرق ما بينهم كبير أو موجودة في الحارة المزنوقة اللي جنبنا، بيدعمها صفحات مشبوهة وبيدعمها أشخاص تاني، اللي عاوز حتة بالمركز الإعلامي واللي عاوز حتة
من القناه، واللي عاوز حته من رئاسه التحرير، واللي عاوز حته من جوه النادي، واللي عايز هنا مدير كوره، واللي عاوز هنا مش عارف ايه، واللي عايز يبقى مدير تنفيذي، ولا انا مفيش صراحه اكتر من كده. ف خليهم استمروا. ولا دي نظريه مؤامره ولا الكلام ده، انا بقول لحضراتكم احنا فعل. تقعدوا بقى تعرضوا الشيخ زايد قبل وبعد، مدينه نصر بكره، يعني هو في حد بيدفع 300 مليون جنيه تطوير في بويا؟ فرسولنا الكريم وقراننا الكريم بياكد على الفكره اللي انا قلتها لكم من شويه. ما ينفعش مؤمن يبقى كذاب. ما ينفعش حد يعرف ربنا يبقى كذاب. وهنا هرجع تحت المربع اللي انا قلت لحضراتكم عليه، مسلوب الاراده. مسلوب الاراده يبقى صعب اللي انت تصدقه، وهي دي الحياه. كمان عايز اتكلم على